ايوه اسراء، انا نادرة. يخرب بيتك يا نادرة، ده انت مولع الدنيا. هي ولع ولع بيا ولا من غيري. لو شفت اللي بيحصل هنا مش هتقولي كده. طمنيني على يوسف، عامل ايه؟ في حضني وزي الفل الحمد لله. عاوزك في خدمة تؤمر. فاكرة موضوع العمل؟ دي حاجة تتنسي. توحشت الجوي وانا برضه، وعايزة اديك الجزازة. وكيف هتطلعي؟ اتصرفي. حاضر حاضر، مع السلامة. طب عصاي يعمل ده عشان ايه؟ يزل عبد الجبار، ويمكن قلبه حن على المرة اللي ما قدراش تشوف ولدها. حن الناس دي تحل اللي ليهم وبس. كيف ست تقعد في بيت كله رجاله؟ واه، ما الحاجة زبيدة موجودة. نحن صعيدة يا عم. والله الواحد ما فاهم حاجة في النشع دي. أما نشوف هتخلص كيف. المهم ما تتربكش علينا. نادرة ما تجيش هني إلا لو كان في دماغها حاجة. توحشت الجوية نادرة. ودي كمان يوسف، عامل ايه؟ اتوحشته قوي. ما تقلقش عليه زي الفل. خدي الجزازة دي، دي تمنها غالي قوي، مش فلوس. قهر وحزن وكرة للمدعوج اللي اسمه مسعود. عارفة، اتصرفي. تحطي منها على وكله وشربه. هيموت ولا ايه؟ يا ريت. خلصنا. دي هتخليه يتجن، يهلوس ويمشي كيف المجازيب. صح، لو العمل ما اشتغلش الحبوب اللي فيه هتشتغل. دي حاجة متجربة. عالبركة. وبكي بلغيني باللي بيحصل. حاضر. مش خايفة؟ قلبي مات خلاص، ما يعرفش حاجة اسمها خوف. روح انت دلوقت لحسن جوزك يرجع ما يلقكيش. مش هنسالك الجميل ده. في رقبتي اللي عملتيها عشان يا نادر.